مين فينا يعني في هذه الأجواء شديدة الحرارة ما بيهربش للبحر في كل مكان على أرض مصر؟ طبعا يعني عندنا سواحل شمالية مميزة، سواحل البحر أحمر أكثر تميزا، واللي حابب طبعا والمستمتع هناك في الساحل الشمالي بالتأكيد امبارح كانوا على موعد مهم جدا مع القيصر الغناء العربي كاظم الساهر الحقيقة، وكانت حفلة غاية في التميز. تابعت كده صحابي وأهلي وأصدقائي اللي كانوا موجودين هناك على الريلز والفيديوهات اللي نزلوها على صفحاتهم على السوشيال ميديا، قد إيه الحفلة كانت جميلة ومميزة، والحضور كان في تفاعل كبير مع نجمهم المميز كاظم الساهر الحقيقة في النسخة الثانية من مهرجان العالمين 2024، ودي أول مشاركة لي في مهرجان العالمين تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وطبعا الحفلة كانت ترابية من الطراز المميز وتنوع كبير بين أغاني القديمة والحديثة اللي بيحبها جمهوره، واللي كانوا في تفاعل كبير ما بينهم وما بين نجمهم المميز جدا كاظم الساهر في مهرجان العالمين. الحقيقة ان مصر ويعني الشركة المتحدة حريصين على التنوع ما بين الفنانين، والنهاردة كمان اللي موجودين في الساحل الشمالي عندهم بقى حفلة مميزة جدا مع ماجدة رومي، لكن امبارح كانت الحفلة دي تاني حفلة بيقيمها كاظم الساهر في فترة قليلة جدا في مصر بعد ما أحيا حفل يوم 28 يونيو الماضي في التجمع الخامس. الحفلتين دول جم بعد سنين من آخر حفلة ليه هنا في دار الأوبرا المصرية، سجل في عودة إلى إحياء الحفلات بعد غياب عن مصر 14 سنة. والقيصر علق على حضور الجماهير الكبيرة امبارح في الحفلة إن الجمهور المصري له فضل كبير في مشواره الفني، وعلاقتي بيهم ممتدة من أول حفل بالقاهرة في 1995 وحتى اليوم. الحقيقة كانت حفلة مميزة جدا يعني يا ريت كنا نكون موجودين، بس إن شاء الله أكون مكتوب لنا يعني في وقت تاني بالنسبة لكاظم الساهر. يعني لكاظم الساهر تحديدا، ولا نفسك تطلع العالمين؟ باعتبار بنتكلم عن كاظم الساهر. أنت نفسك تطلع المهرجان. أنت نفسك تطلع العالمين. ربنا يستجيب إن شاء الله. إن شاء الله نوعدك إن لك حفلة هناك. يا ريت يا ريت إن شاء الله كده نكون في العالمين ونستمتع بكل الحفلات اللي بيكون يعني فعلا تنوع كبير فيها، واللي ما لحقش كاظم يلحق النهارده بالتاكيد حفلات كتير هتكون موجوده، ماجدة رومي هتكون موجوده، وكل واحد على حسب ذوقه بقى طبعاً. كل الاذواق موجوده وكل الاعمار تقدر انها تستمتع بكل المطربين اللي بيحبوهم.